الابن او الابنه بيكونوا مرايه لتصرفات الاب والام. يعني احنا بنشوف احنا كاباء وامهات بنتصرف ازاي، ولادنا هيتصرفوا زينا بالظبط. يعني ابنك عصبي انت كثير الانتقاد، ابنك عنيف انت عصبي في الاصل، ابنك كذاب انت محقق بزياده، ابنك متجنب انت شخص تف في المشاعر، ابن وهكذا. اذا كل ما ابنك بيعمل حاجه، لان ده انا مديلك قماشه بيضاء انت اللي بتكتب عليها اللي انت انعكاس عايزه، ليا. صحيح. اللي انت بتكتبه عليها هو ده اللي انت هتلاقيه. ويمكن الكواليتي تايم اللي حضرتك ذكرتيه، الجمعيه الامريكيه لعلم النفس انا اشرف ان عضو فيها، كانت عملت ارتكل لطيفه جدا عن اساسيات اللايف جود، الحياه الجيده ممكن تبقى ازاي. فقالوا نفس الكلام اللي قاله سيدنا عمر من 1400 سنه: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على ما فات. يعني دخلت البيت، الشغل ملوش علاقه بالبيت، والبيت ملوش ذنب في اللي انت لقيته في شغلك. فما ينفعش ان انا متعصب من الشغل اروح داخل البيت وعامل اكبر قدر من المشاكل ومفرغ كل عصبيتي ومستخدم ديفنس ميكانيزم اسمه الازاحه، ان انا بنقل انفعالي من مصدره الاصلي اللي هو الشغل، ما اقدرش اعمل كده مع مديري، الى مصدر بديل يسهل التنفيذ فيه، فبزعق وبعمل مشاكل، وطبعا بتخانق مع واحده هي في الغالب بتعاني من كافه الاضطرابات النفسيه بسبب زوج ما بيقدرش الكلام ده خالص. خلينا ناخد سؤال واحد بس بيقول اغلب الازواج لاغلب الزوجات اللي للاسف بيعانوا من اضطرابات نفسيه بسبب السؤال ده، وما يتبعه من اسئله: هو انت قاعده طول النهار بتعملي ايه؟ برضو من ضمن الارتكلز المهمه جدا، الجمعيه الدوليه للعلاج الاسري والارشاد الزواجي، برضو انا اشرف ان انا عضو فيها، عملت ارتكل لطيفه وبعتتها لنا وقالت: يا جماعه كل الناس اللي بتشتغل في العلاج الاسري والارشاد الزواجي تركز في امرين. الامر الاول ان نتيجه الارشاد الاسري والعلاج الزواجي هم الاطفال. يعني لو انت بتعمل برنامج للعلاج الاسري او الارشاد الزواجي ولقيت ان الاطفال لسه عندهم مشاكل، يبقى انت ماشي غلط. التاني وده الاهم، ان انت لازم التقييم بتاعك يكون من خلال الاطفال. يعني لازم تقييم نجاح برنامجك العلاجي يكون: هل الاطفال الاعراض الاضطرابيه والمرضيه اللي عندهم قلت ولا لا زالت مرتفعه؟ تخيلي الجمعيه الدوليه للعلاج الاسري هي اللي بتقول كده، بتقول ان اي برنامج للعلاج الاسري والارشاد الزواجي مرايته الاطفال، وتقييمه في مراحله المختلفه هو الاطفال. ان مهما كان من انجازات، وانا يعني كلنا شايفين ايه اللي بيحصل من انجازات كبيره خصوصا في قطاع الشباب، بس في حاجه مهمه جدا، مبادره رخصه زواج والله لو لاقت هذا الاهتمام ان احنا نفعلها وناكدها ويكون في فعلا دورات اجباريه الزاميه بسيطة سهلة ان احنا نعرف الناس يعني ايه تربية، يعني ايه ولاد، يعني ايه زواج، اللي هيبقى عندك كم الستات اللي ممكن تكون بتعاني من زواجات فيها انفصال في اول سنة من الجواز. اعلى معدلات الطلاق في السنة الاولى من الزواج، من قبل ما يعرفوا بعض اصلا. مش هيكون عندنا كم الاضطرابات النفسية اللي موجود عند الاطفال عشان اب او ام ما كانوش واخدين بالهم ازاي يربوا طفل. مش هيبقى عندنا ده. للاسف انا لقيت ناس كتير جدا بتجيلنا تاخد هذه الكورسات بشكل شخصي. حضرتك ذكرتي مفهوم الاراده. الاراده لابد ان تكون اراده واعيه. يعني اللي بيعمل حاجه غلط هو عنده اراده انه يعمل حاجه غلط، واللي بيعمل حاجه صح عنده اراده واعيه انه يعمل الصح. قديما كان الناس على دين حكامهم، دلوقتي الناس على دين اعلامهم. لما الاعلام يوجه لده، لما الاعلام يناقش ده، لما القنوات المحترمة زي هنا والبرامج المحترمة زي برنامجكم يبدأ يوجه الرسائل الإيجابية إن إحنا هنناقش مبادرة رخصة الزواج، هندي الناس اللي عايزة تتدرب، اللي عايز يعمل ده، ده أنت لو حتى نميت الوعي عند الناس، معامل القبول عندك هيزيد للتلتين. لو تلتين اللي بيتجوزوا، إن شاء الله نصهم بس هم اللي أقدم على إنه يعمل المشاركة في المبادرة دي اللي هي رخصة زواج، أظن إن إحنا كده كسبنا كتير. الأكثر تأثيرا في الأسرة لم يعد الأكبر سنا، بل هو الأكثر وعيا. يعني حتى لو كان الوعي ده سلبي أو إيجابي، لأن في وعي سلبي بإن أنا بعرف حاجات كتير، ببقى شاطر في السوشيال ميديا كتير، شاطر في الإنترنت أكتر، فبالتالي ببقى الأكثر تأثيرا بحجم المعلومات اللي أنا بمتلكها، وده لا يقتضي بالضرورة إن هو يكون الأكبر في الأسرة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أحد الأسر الأفاضل يعني بشكل ودي كده، كنت لقيت ان هم في مناسبات عائليه، انت عارفه وجود اي معالج نفساني كل الناس طبعا بتطرح عليه سيل من الاسئله. فقلت له: مشكله ابنك اللي انت شرحتها لي دي مين يعرفها؟ قال لي: كل اللي موجودين في المناسبه دول انا خدت رايهم. يعني عرف ابنه ان هو صاحب مشكله كبيره كل الناس دول يعرفوها، فبقى الابن متهم بده.
فلما عنده سلوك العند انه يصر على ده، انت نصحتني تبقى فضحتني، يعني انا هستمر على ما انت فضحتني فيه. فسالته سؤال تاني، قلت له اخبار موبايلك ايه؟ في المره اللي فاتت لما قابلتك قلت لي ان موبايلك فيه مشاكل. قال لي انا حاولت مره واتنين واول ما لقيته هيبوظ مني جريت بيع التوكيل على طول. قلت له طيب سالت اي حد من الجمع الفاضل اللي موجود حوالينا ساعدك في اصلاح الموبايل؟ قال لي لا، وهم يفهموا ايه؟ قلت له يعني هم ما يفهموش في اصلاح الموبايل لكن يفهموا كويس جدا في تربيه ابنك. ده ناس كتيره جدا بتعمل نفس الاتيتيود. ازاي؟ ان انا موبايلي يحصل فيه مشكله، وطبعا انت عارفه الان هاند ده، الموبايل ده بقى اعز دلوقتي الى قلوب الناس من حاجات كتير في حياتهم. الموبايل ده لما بيحصل فيه مشكله هو بيحاول ثم يجتهد ثم يسال ثم يحاول تاني، لو فشل على طول يجري بيه يدفع فلوس يخصص وقت عشان خاطر يحصل على نتيجه احسن وهي الحفاظ عليه. انا عايزك تعمل مع ابنك اللي بتعمله مع موبايلك. احنا عملنا كتير جدا من النوافذ الفتره اللي فاتت عشان نوصل للناس قدر اكبر من المعلومات فهم يقدروا يوصلوا لمعدل اعلى من الوعي النفسي. واظن ان في خلال كام سنه قدرنا نشيل الاستجما او الوصمه عن المرض او الاضطراب النفسي. ويمكن كتير من الناس لما بتدخل دلوقتي شخصيا الحلقات اللي احنا بنعملها دي كتير جدا بالالاف زيها موجود الناس تقدر تحصل عليه. انا شخصيا بحط كل الحلقات دي فور فري لكل الناس تقدر تحصل عليها مجانا، بسخر كل المقالات اللي ممكن يحصلوا عليهم عشان يقروها ويستفيدوا منها مجانا. ده من دوري، واظن ان في ناس كتيره بتعمل اعمى هو افضل مني. الامر الثاني، ايه النصايح اللي نقدر نوجهها لك؟ اول نصيحه ان كتير من الناس بيجي لهم مثلا انفلونزا، بيجي لهم برد، كتير من الناس شاطره في ان هي تاخد دواء لوحدها، بس ما اظنش ابدا ان انت ما سمعتش عن ناس ابتدت تعالج نفسها بنفسها فوصلت نفسها لمشاكل اكبر. فارجوك لو انت خدت دواء لوحدك ولقيت ان المشكله بالنسبه لك لازالت قائمه، يا ريت تروح لحد يعالجك، يكون طبيب فاهم. طب في الامور النفسيه، انت خدت اكشن لوحدك وابتديت تاثر على ابنك ولقيت ان المشاكل ابتدت تتفاقم، يا ريت تروح لمعالج نفساني عشان يوقف لك المشاكل اللي انت عملتها. طيب لغايه ما انت تاخد القرار وتحس انك قصاد مشكله حقيقيه وتفهم ان احنا مش هدفنا ان احنا نوديك عشان تاخد جلسات عند الناس، احنا هدفنا ان احنا نحافظ لك على اكبر استثمار في حياتك. نمره واحد، ان لازم تحسن هذه النبته عند الوعاء بتاعها. وعاء النباتات هو اهم حاجه بتحافظ عليها، ووعاء نباتاتك هي والدتهم. لذلك لما سئل النبي عن الاحسان قال للام ما قالش للوالده. قال من اولى الناس ببر يا رسول الله؟ قال امك، رغم انها في القران والده، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الى اخر الايات. ايه الفرق ما بين الوالده وما بين الام؟ هو نفس الفرق ما بين الوالد وما بين الاب، وده فرق أنا كررته مرارا وتكرارا، وده مش كلامي، ده كلام الإمام الخوارزمي لما قال الآباء نوعان، أب ولادة وأب إفادة. لو عايز ولادك يحترموك احترم أمهم، لو عايزهم يقدروك قدر أمهم، لو عايزهم فعلا يبقوا قريبين منك خليك أنت قريب من أمهم. خلينا نتفق إن الأب خاصة في المجتمع الشرقي لا يربي وإنما يستخدم في التربية. فلما الأم تطلب منك استخدامك بشكل أو بآخر خليك مطيع لهذا الاستخدام واعمل اللي هي عايزاه، لان هي ادرى بحال اولادك منك، باعتبار ان المجتمعات الشرقيه والعربيه اغلبها عدد الرجاله فيها بيشتغلوا عدد كبير جدا من الساعات، فوقت الاطفال فيها بيكون تحت انظار الامهات. صحيح. عشان كده هي بتكون ادرى بهذا الامر.